مشاهدينا مستمعينا الافاضل، احييكم بتحيه الاسلام الخالده، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ارحب بكم اجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المتواصله ضمن فعاليات المحلي الخامس بيومه الرابع. نتواصل بهذه المنافسه بانطلاقه الشوط الخامس لفئه الجداع بكار، ينطلق ضمن اشواطنا العامه لهذا الصباح ومع هذه الاجواء المتميزة. شوط الإجداع بكار، شوط الإمتاع والإبداع في هذه الأجواء المتميزة والتنافسية التي تتواجد على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. الخمسة كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء والشعارات الكبيرة التي تزين أرضية هذا الميدان الباحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا الصباح. تمنياتنا لجميع الأخوة بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم. نتابع البداية، نتابع تحديات المقدمة، أول الأسماء وأول الشعارات المتواجدة في هذه اللحظات. نتابع شعارات الكبار والعمالقة في هذا المسار. المونديالية على البداية، عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي هنا قائدا لمسيرة هذا الشوط، ولكن منيفة بدأت تتسلل بدورها بقيادة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. يقدم لنا منيفة التي تتسلل إلى المركز الأول مباشرة باحثة عن هذا الإنجاز والانتصار مع تحديات هذا الشعار. بينما المركز الثاني أتابع القادمة طفرة، علي بن محمد بن علي بن محمد العجمي هنا يشارك مع طفرة التي بدأت تغير بدورها إلى المركز الثاني أو المركز الأول. المركز الثالث أتابع القادمة والمشاركة في هذا التحدي والمشاركة في هذا الانطلاق والتحدي والإبداع مع هذه الشعارات التي تنطلق وتتواجد. تشارك المونديالية على المركز الثالث، عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي يشارك مع قدوم المونديالية في عمق المنافسة والتحدي. انتقل مباشرة مع صاحبة المركز الرابع، وتابع القادمة هنا والمشاركة، أعجوبة لمتعب بن راشد بن علي بن سلعان المري يقدم لنا أعجوبة التي تتواجد في مسيرة وانطلاقة هذا الشوط وتحتل المرتبة الرابعة. المركز الخامس مشاهدين الكرام، أتابع الشعارات، أتابع الأسماء المتواجدة والمشاركة في هذا التحدي والمنطلقة في مسار هذا الشوط. نتابع الشاهينية مرزوق بن راشد بن عبد الله الزعبي هنا يتواجد مشاركا متحديا بتواجد الشاهينية التي تحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس الأسماء التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة بأول نداء أتممته على ما سمعكم للخمس المراكز الأولى. هناك أسماء خلف دائرة النداء تنتظر وتترقب اللحظات الأخيرة لكي تصل إلى دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس والانتصار في هذه المنافسة المشرفة ومع هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات اللجنة العربية الأصيلة. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع طفرة التي ما زالت تقود المشاركين في هذه الانطلاقة المتميزة بتواجد علي بن محمد العجمي يشارك، ينطلق مع القيادة والريادة بتواجد طفرة التي ما زالت تحافظ وتسيطر على زمام الأمور. بينما هنا اسم قادم يتواجد بن سلعان مع عجوبة التي تحتل المركز الثاني وعينها على صدارة الشوط. متعب بن راشد بن علي بن سلعان المري يشارك مع عجوبة في هذه المنافسة المميزة. بينما المركز الثالث أهالي الجريان قادمين متواجدين في هذه المنافسة مشاركين، خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع منيفة التي تحتل المركز الثاني الثالث. المركز الرابع أتابع دندرة هنا، دندرة في المركز الرابع تتواجد بشعار حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. المركز الخامس المونديالية ما زالت في المنافسة بقيادة عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي يشارك، ينطلق في هذا التحدي
هذه نتيجتنا مشاهدي الكرام للخمس النجوم المنطلقة والمسيطرة على دائرة النداء والإذاعة في هذه المشاركة الفعالة. أرى شعار هنا بدأ يتدخل في عالم التحدي والمنافسة بهذا الانطلاق مع انطلاقة وتحديات المركز الثاني الجذابة راشد بن صالح بن هزاع العذبة المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ولكن طفرة ما زالت مع البداية، ما زالت في القيادة والريادة، تنطلق بشعار علي بن محمد بن علي بن محمد العجمي، ما زال متواجدا محافظا مسيطرا على مجريات هذا الشوط بتواجد طفرة التي تسيطر على المرتبة الأولى، بينما المركز الثاني الجذابة بدأت تجذب الأنظار، بدأت تجذب المراكز، بدأت تتسلل بدورها إلى مقدمة هذا الشوط راشد بن صالح بن هزاع العذبة المري مع الجذابة التي انطلقت مباشرة مع المرتبة الأولى تريد أن تحافظ وتسيطر على ناموس هذا الشوط مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير الجذابة مع البداية طفرة على المركز الثاني، المونديالية على المركز الثالث ورابعا. هنا شعار يتقدم في هذه المشاركة، العنود علي بن سعيد بن علي آل بريس المري بالراية، يرفع راية التهديد وراية التحدي، ولكن الجذابة مع البداية بقيادة وانطلاقة راشد بن صالح بن هزاع العذبة مع البداية ما زال يحافظ ويسيطر على زمام الأمور. طفرة غادمة بهذه اللحظات وبهذه المشاركة، علي بن محمد بن علي العجمي، وهنا العنود غادم بشعار علي بن سعيد بن علي آل بريس المري. الله 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 الله، وصلت غندهار خليفة بن حمد بن خليفة العطية، معركة الكبار في هذا المسار. العنود العنود العنود، غندهار غادمة، غندهار العطية وعنود بالراية، ولكن غندهار أهالي الجريان غادمين مشاركين في هذا التحدي. بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء المتميز والأداء الجميل مع خليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز غندهار. جود مورنينج أبو حمد على هذا الانتصار، تهانينا والف مبروك لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز غندهار، وسلام للجريان، سلام على هذا الانتصار، تهانينا والناموس لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز غندهار. المركز الثاني جاء الطفرة علي بن محمد بن علي العجمي، المركز الثالث وصلت العنود بقيادة علي بن سعيد بن علي آل بريس المري، المركز الرابع وكالة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، المركز الخامس وصلت الجذابة لراشد بن صالح بن هزاع العذبة المري. هكذا مشاهدين الكرام تابعتم معنا المنافسة والتحدي ومشاركة شعارات الكبار في هذا المسار، فكانت المفاجأة مع أهالي الجريان قادمين مشاركين في هذا التحدي، متواجدين دائما وأبدا في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. فكانت غندهار حاضرة متوجة بناموس هذا الشوط، 7 دقائق 47 ثانية، 5 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني ساعة وصول غندهار إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس ثاني، والناموس لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثاني طفرة جاءت بالتوقيت الزمني وقدر من مسافة 5 كيلومترات، 7 دقائق 50 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، تهاني والناموس لعلي بن محمد بن علي العجمي. المركز الثالث جاءت العنود 7 دقائق 50 ثانية، 46 جزءا من الثانية، تهاني والناموس لعلي بن سعيد بن علي البريس المري على فوق.